ثم بعد ذلك هم عليهم أولا أن يرفعوا قضايا متعددة أمام الحكم المحلي، أمام النيابة العامة في بلادنا وأمام القضاة، ليقيموا عليهم الحجة ويقفوهم أمام مسؤوليتهم، فإن الله تبارك وتعالى سائلهم عن ذلك. ولا يجوز لهم أن يرفعوا قضايا خارج ليبيا وهم تركوا رفع القضايا هنا، لابد أن يرفعوا القضايا هنا ويستفرغوا وسعهم، فإذا لم يجابوا إلى ذلك، لم يجبهم أحد، فبعد ذلك يعني يحق لهم أن يلتجوا إلى خارج بلادهم. لكن أقول للمسؤولين في بلادنا في النيابة العامة وفي القضاء، فإن مسؤوليتهم عظيمة، وعليهم أن ينظروا في قضاياهم ولا يتخلوا عنهم. والقاضي الذي يتنصل أو يتهرب، أو النائب العام أو الوكيل النيابة الذي يتهرب من النظر في قضية يعلم أن صاحبها محق وأنه مظلوم والتجأ إليه ويطلب النصرة ويطلب العون، ومع ذلك يتهرب من النظر في قضيته، يعني مش فقط أنه لا يحكم له، حتى يتهرب من قضيته ولا ينظر إليه ولا ينظر فيها ويعملها يضعها في الرف كما يقولون. أقول من يفعل ذلك هو من قضاة الجور ومن قضاة النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قاضيان في النار وقاض في الجنة، أما القاضيان اللذان هما في النار فهو قاض لم يعرف الحق ولم يحكم به، والثاني هو القاضي الذي عرف الحق ولم يحكم به. هؤلاء الذين يتخلون عن القضايا التي ترفع إليهم ويعلمون أن أصحابها مظلومون، إذا تخلوا عن ذلك، تخلوا عن النظر في قضيتهم وتركوهم فريسة للظالم، فهو بمنزلة من حكم بالظلم، عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم ولا يتهربوا من هذه القضايا، فإن هذه التي تدخلهم الجنة أو تدخلهم النار. هذا فيما يتعلق بالقضاء.